نحن لدينا اليوم لدينا شرف كبير في استقبال في بلادنا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الذي يعمل مع الدول الأفريقية ونحن في مستهل جولاته اختار أنغولا لتكون الدولة الأولى في هذه الزيارة لعدد من الدول الأفريقية. هذا معناه أن العلاقات بين مصر وأنغولا هي علاقات مهمة للرئيس المصري وللحكومة المصرية. قبل اللقاء الوفدين المصري والأنغولي تبادلنا الحديث أنا والرئيس المصري حول العلاقات المصرية الأنغولية ومجالات التعاون المشترك. وحددنا بعض مجالات التعاون خاصة في مجال الزراعة وتربية الدواجن والسياحة وصناعة الدواء ومجال صناعة الدفاع ومجال الأمن المعلوماتي. هذه بعض من المجالات التعاون المشترك وسنعمل على تعزيز التعاون في هذه المجالات. وكذلك في مجال المياه الشرب وفي مجال المرافق العامة والبنية التحتية. وفي مجال البنية التحتية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عصره فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تم تشييد عدة مدن جديدة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة. وبالتالي الشركات المصرية في هذا المجال لديها خبرة عريضة يمكن أن تقدمها لأنغولا التي تحتاج للكثير من أجل بناء بنيتها التحتية والتنمية. وهكذا يمكن للشركات المصرية العمل في السوق الأنغولي. تناقشنا في مسائل الأمن والسلم في القرن الأفريقي في موزمبيق في كونغو في كل هذه البلدان الأفريقية التي تأثرت بسبب الأوضاع في ليبيا وفي الصراع الأخير في السودان وهو بلد مجاور لمصر. نحن ندافع نرى دورة العمل المشترك لا ننسى أن هناك نعمل مع جامعة الدول العربية التي تحت الأفريقي فمصر والسودان كلهما جزء من هذه الآليات الدولية. فيجب أن نعمل أن ننسق معا من أجل إيجاد أفضل ما يمكن أن نصل إليه في مجال إقرار السلم والاستقرار في السودان. تناقشنا كذلك في عدة مجالات
في مجال التعاون بين بلدان التعاون النيل، وأهمية مشاركة النيل والبحث المصلحة المشتركة بين الدول المصب والدول المنبع. فلا بد ان يكون نهر النيل ان يكون مصدر للوحده به وتسويه سوء الفهم. فعلى الجميع ان يجلس لطاوله الحوار وايجاد المصلحه المشتركه حتى يستفيد. فهذا المورد ليس حك لاي دوله، بل هو ملك للجميع. في العلاقات الدولية ناقشنا الحاجة لإيجاد آليات تسوية النزاع الروسي الأوكراني، وقد توافقت مصر وأنغولا حول ضرورة إنهاء هذا الصراع في أقرب وقت ممكن. فقد سبب هذا الصراع في عدة أزمات، أزمة إنسانية وأزمة استقرار. لذا لابد يمكن أن يؤدي هذا الصراع لأبعاد أخطر مما نتخيل. فهي من أكبر الأزمات منذ الحرب العالمية الثانية. هي زيارة مهمة. Muito antecipadamente convidar o presidente Abdel Fattah al-Sisi. لذا ندعو فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يزورنا في نوفمبر 2025 حينما سنحتفل بمرور 50 عاما على استقلال دولة أنغولا. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي دعاني لزيارة مصر في أقرب وقت ممكن. أرحب بهذه الدعوة الكريمة. وسنعمل على إجراء كل الترتيبات الدبلوماسية الضرورية لإتمام هذه الزيارة.